رحلة استكشافية جديدة لسفينة التايتانيك، وهيدا اللي فاجأ فريق البحث. بالمختصر، زار باحثون من RMS تايتانيك أول رحلة للشركة لمكان استقرار سفينة التايتانيك بعد 14 سنة من آخر رحلة للسفينة، حيث التقطوا أكثر من 2,000,000 صورة، ونشرت الشركة مقطع فيديو مثير نهار التنين. وبتمتلك الشركة المذكورة الحقوق القانونية لحطام السفينة اللي غرقت عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدة أثناء الإبحار من بريطانيا إلى الولايات المتحدة برحلتها الأولى، مما أسفر عن مقتل حوالي 1,500 شخص. وخلال الرحلة الاستكشافية لاحظ الباحثون تغيير كبير في صورة التايتانيك المعروفة، فقد انفصلت قطعة من مقدمة السفينة اللي ظهرت بمشهد شهير بفيلم تايتانيك عام 1997، وكانت هيدي القطعة المعروفة باسم قوس تايتانيك بقلب مشهد مهم بين بطلي الفيلم جاك وروز عندما كان يحتضنها بمقدمة السفينة. وتابعت الشركة بالقول: نشعر بالحزن إزاء هذه الخسارة والتحلل الحتمي للسفينة.